هي صاروا 180,000. شو نسوي هدول؟ ماشي الحال، بنحطهم وديعة وبنستنى. ايه وبنضل لآخر اللي عم بيقولوا نحن عم نوفي بالبنك. عندك حل تاني؟ لا انت ما في داعي تترك شغلات اخي، اعتبروني حارس. وليش لا تحرسنا؟ طيب امشوا خلصوني، انا ما صدقت ايه توفرت 180,000. شرف. تفضلوا. حضرتك جاي مع الدكتور زياد، لذلك بدي انصحك. طيب يعني برايك شو لازم نعمل؟ بتكملهم على 350,000 وهيك بتوفر بتكاليف المعامله وبالوقت. وهذا رايي انا كمان. شو رايك دكتور؟ والله ما بعرف شو بدي اقول. يعني كلام الاستاذ مقنع فعلا، المعامله بتاكل ربع المبلغ، بعدين من هون لحتى يطلع عندنا القرض بجوز اسعار البيوت نفسها تطلع، يعني ما نستفيد شيء. سيدي بيكون لك شرف انك تدينت من هالبنك. ايه بسيطه دكتور، فكر على مهلك وانا رح ساعدك. طيب والمصاري شو نعمل فيهم؟ افتح حساب واتركهم لبين ما يتكملوا، بتحطهم وديعه مشان القرض. طيب سيدي مثل ما بدكم. ابو رائد جيب اوراق معامله فتح حساب وتعال عندي. المصاري يساوي اللي بدك اياه، انا بيت ما عاد بدي. طيب شو بقى؟ ليش معصب كل هالقد؟ والله ما بعرف، اذا هدول ما دبرناهم لحتى طلعت عيوننا بالطول وبالعرض، لسه بدنا ندبر فوقهم 170,000. طيب يعطونا اللي بيطلع لنا. لك يا حنان بدي رجاكي تفهميني، الزلمه حسب لي اياها بالورقه والقلم، ما حنستفيد شيء، وبيت ما حنقدر نشتري. وانت فورا يئست؟ كلمه ورد غطاها، المصاري عندك، شو ما بدك اعملي فيهم؟ تشتري بيت، بتصرفيهم، بتخليهم بالبنك، تعطيهم للجمعيات الخيريه، انت حره، انا بيت ما عاد بدي. لا بدك تشتري بيت. مرت عمي الله يخليكي لا تفهميني غلط، نحن بنحب نضل عايشين معكم طول العمر، بس من حقكم يكون لكم بيت، والله ما بتروحوا من بالي. على كل لا تحبي، انا رح اتصرف. وخليه يعتبرهم دين، بنرجع لي اياهم اول ما بيمشي الحال، او بنقسطهم. اتركي من ايدك، روحي على وظيفتك. ماشي. سلامة، الله معك. اهلين مرت عمو. يا اهلين يا اهلين. اهلين تيتي. اهلين راحت. تيتي ليش ما عم تجي لعنا؟ بابا ما عم بيخليني. بسيطة، أنا رح أتفاهم معه. أهلين يا هو، أهلين. الله يرضى عليك. شو هالمفاجأة الحلوة هي شرفي؟ مفاجأة ما هيك؟ خير يا مو؟ خير. بدي أتدين من ابني 150,000 ليرة. أخي أنت الحق عليك، رافع مناخيرك للسما وما بتتنازل. وشلون لازم اتنازل دخلك؟ يعني احكي مع العميل، لك حبيبي سلم عليه، مهمة 20 يوم بتعمل لك فيهم كل شيء نضاف وبتسافر بتشم الهواء. هلا العميل بده مين يذكره؟ ولا يعني لازم فوت اقدم له فروض الطاعة؟ حبيبي الله يرضى عليك، بده مين يذكره. هاي امشي. أنت بتبني يا مو، بس مصاري هلا ما في. يعني سيولة ما معي. دبر له. خليه يحكي معي. يا مو لا تزعلي مني، بصراحة أخي إسماعيل شوي رافع مناخيره وشايف حاله علينا. هلا أخوك إسماعيل هيك؟ إيه، خليه يحكي معي ويطلب، شو فيها؟ إيه. الله يعطيك العافية. لوين يا مو؟ بعد والله ما بتروحي. فكرت جيتي بتكفي. لك يا مو صلي على النبي. خليني وسطك، شو عملنا؟ شو كفرنا؟ شفتي زعلت تيتي؟ طبعا من حقها تزعل. بعدين انت شو عم تعملي لهلا؟ ما تروحي على المدرسه؟ عندي اول حصتين رياضه. شو هي رياضه؟ روحي جيبي شنطتك ويلا بسرعه. هلا بشو احلف لك انه ما عندي سيوله، بس خلص مو مشكله، ما حامل لك. المهم انك ما تزعل. كتر خيرك. لك دي انا ما قلت لك تعي ساعديني ماما؟ ماما بدي اروح على بيت جده. ايه، واذا سالني ابوكي شو بدي اقول له؟ قولي له يمكن تنام عندهم. بتعرف انك شهيتني حياة العزوبية؟ تسكرني معك؟ معقول تهجر عش الزوجية اللي حضرتك مستمتع فيها يعني؟ منك انه عش هذا يا رجل، انه عش مربوط بخيط الخرز. ان شاء الله ما تسكرني، لا تسكرني. عم بمزح بالسين، عم بمزح. هدول الروايتين ميلان كونديرا، خد خلود قراها كثير حلوة. ايه. بتعرف انه انا صار لي سنتين ما قريت رواية؟ لك يا رجل صرت مشتهي اني اخذ لي اجازة واقعد اقرا. مشتهي اني اقعد انا ومرتي لحالي، والله صرت مشتهي. ما بعرف شو مشتهي. اخي مالك غير سعيد. سعيد؟ انت ليش مكبر القصه؟ سعيد اخوك بيحبك وحاب يساعدك. شو نسيت؟ قليل اللي عملوا فينا ايام الجامعه. يا رجل هلا بتذكر، بزماناته اعطاني 200 ليره، فضح الدنيا، يعني لولا شوي كان ممكن يقول انه هو اللي درسني على حسابه. كل هالشيء لانه هو كان كسلان ونحن يعني مجتهدين شوي. بس هو الوحيد اللي نفد بيناتنا. معقول انت لساك زعلان لهلا؟ والله يا حكيم الاسى ما بينتسى. بس اللي كاسر ظهري حنان، وفوق كل هالشيء رجعت سوها مطلعه. مسكينه رجعت هي وبنتها كمان. لك يا رجل شو يعني كانه بيتنا 20 اوضه. بس بالنهايه كمان شو ذنبها هي؟ بسيطة، قلت لك مالها غير سعيد. لك يا أخي تنازل لك شي مرة واحدة بحياتك. لك أهلين دندون. أهلين دندوشة. تعالي تعالي شوي، عوزتك هلا بلحقك بس لشوفتيتي. طيب ما تتأخري؟ لا يلا تفضل. خير تيتي؟ شو هدول؟ هدول عمي اسماعيل. تيتي لا تزعلي من بابا، بس بابا شوي متحسس من عمامي. أبوكي طول عمره متحسس. خدي تيتي، هدول بيلزموكي. ما رح يلزموني أبداً أبداً. بعدين أنا ما بحب الذهب. عمك اسماعيل ما رح ياخذهم. ما حد حيعرف غير أنا وإنتي. وأبوكي؟ ما رح يعرف. أصلاً اشتريت مثلهم إكسسوار. طيب. إذا حطينا هدول فوق هدول شو بيصيروا؟ 500. لك بابا الشبكة لسه طالعة فاتحة على البيكون، شو في؟ قولي لي شو اللي صار؟ تأخرت يارا. وإذا تأخرت يعني؟ بيكون تأخر الباص تبعها شوي، شو صار يعني؟ خربت الدنيا؟ شغلته كهر. يا لطيف. بحكوا عن شوي. شو ما خلص الغداء؟ يلا كل شيء جاهز. ليش تأخرتي؟ ليش تأخرت ربع ساعة؟ أنت تحلي عن البنت هلكتيها. تأخرتي 10 دقايق. 10 دقايق يا ماما ما تأخرت. لا أنت ما تأخرتي أبداً. يا ماما هي ما تأخرت، هذا باص المدرسة اللي هو تأخر. ما هيك حبيبي؟ ايه حبيبة جدو هاي. ماما حكيت لك مع ابوكي رح يعطيكي 50,000. لا ماما ما هيك اتفقنا. يو ماما شو ابوكي عدو كان؟ يا ماما فهميني، اسماعيل ما رح ياخذ ولا فرنك من ابي اذا بنموت من الجوع. طب انت ضروري تقلي له. ما بقدر كذب عليه. ليش مصارية حرام ولا انا غريب؟ على كل حال حطيت لك المصاري على التلفزيون. انت مالك علاقة، انا بحكي مع اسماعيل. احسن، انت تفهمي مع صاحبك. ما رح نستنى اسماعيل وحنان على الغداء؟ حنان رح تتغدى عند اهلها، واسماعيل ما بده يجي على الغداء. ماما قدمت اليوم طلب مشان اخذ قرض. ليش؟ مشان اسماعيل. ماما لا تضايقي حالك، انت راتبك يا دوب مكفيكي، وناقصك اقساط. ماما اذا ما عملنا هيك مستحيل يحط وديعة بالبنك. امي انت لا تفكري باسماعيل، ريحي حالك، بعدين خففي لي هالخوف على بنتك، ابوها ما راح يخطفها اطمني. من هالناحية مالي خايفة، هو يا دوب معه حق سندويشة لحاله، كيف بده يدبر لبنته؟ بس ما بعرف منين تجيني هالافكار السوداء. الله يعينك على عقلك. مساء الخير. مساء النور. شو عندي انا؟ عند بيت جدة وراح تنام عندهم. كمان؟ شو فيها؟ فيها انه هن نايمين فوق بعضهم. ايه بس لمتهم حلوة. قلتك امي بتكون زعلت معي. طبعا بدها تزعل. رح حضر لك العشاء. لا تحضر لي شيء مالي قادر اكل. سعيد انا من رايي تروح لعندها وتطيب خاطرها بكلمتين. هي توصيل ما خلتني وصلها. على كل حال رح اخذ المصاري وروح لعنده لشوف شو بصير معي. خذي ماما. انا مالي علاقه، هي اسماعيل تفاهمي معه. مرت عمو لا تحزمي حالك، سلمي لي على عمو وتشكري لي كثير. يعني معقول ما بدك تاخذهم؟ ان شاء الله اذا لزمنا بناخذهم. يلا بس يا ابني عمك بيزعل. مرت عمو بلا طول سيره، انا مصاري من عمو ما راح اخذ. مصاريك انت على عيني وراسي، ومثل ما اتفقنا دين. صهري والله عمك بيحبك. لا ما بيحبني، وانا ما بقدر اخذ مصاري من واحد عم يدور على الفرصه لحتى يذلني. يا ابني افهم علي. بترجاكي يا مرت عمو الله يخلي لي اياكي، نسير الموضوع نهائي، بعدين خلص لا تخافي علينا نحن بندبر حالنا. يلا حنان يلا تأخرنا، تصبحوا على خير. وانت بخير. ما قلت لك؟ الله يهديه ويهدي سره يا رب. خبرك ماما. الله معكم حبيبتي. اسفه حبيبي، والله ما جبت سيره لابي. كمان ما كان لازم تجيبي سيره لامك. هي متابعه الموضوع، كل ما بروح لعندها ما بتفتح لي غير سيرتين، الولد والبيت. خلص معي الفردة بقى. أنا كمان آسف أحرجتك مع أبوكي، بس حبيبتي بكل الأحوال إذا اشترينا بيت لازم نشتريه من مصارينا نحن، ويا ستي إذا حدا بده يساعدنا فلازم يكون بحبنا، مشان ما نضل نتذكر إنه في حدا بيكرهنا وإله حجر ببيتنا. مظبوط. بس أنا بكفيني إني بحبك. تاكسي تاكسي. ممكن نمشي؟ زمان ما مشينا بالليل. طيب على راسي. معلم ما تاخذنا الله يخليك، يعطيك العافيه. ماما تعالي مني. تكرم عيونك. بعدي لي شوي. شو هاد؟ بلا غلاظة، اليوم مو جاي على بالي احكي مع حدا. طيب، شو عم تقري؟ غادة السمان. حب ورومانس. كتير. واو، هاتي لشوف. نيالكن، لساتكن بالرومانس. عمتي، انتي ما بتحلمي؟ طبعا بحلم. بشو؟ بحلم يكون عندي بيت صغير عيش فيه أنا ويارا. طيب شو فيها إذا حكيت مع أخوك وطلبت منه؟ مين أخي؟ سعيد؟ إيه وشو فيها؟ معقول أنت حنان؟ نسيتي يوم اتضايقت منه قرشين مشان نتجوز؟ لا ما نسيت، بس هلا وضعه تحسن كثير ومعه مصاري. مستحيل. انسى الموضوع نهائي. بصراحة أنا عم بقول لك لأنه هو قال لأمك إنه إذا أنت حكيت معه المصاري جاهزة. ومين حكى معه؟ امك. لا مو صحيح، انت اللي طلبتي من امي انها تحكي معهم. ايه شو فيها؟ اذا ما عملنا هيك بعمره ما بصير عنا بيت. ان شاء الله عمرينه ما يصير عنا بيت. امي، مين اللي تطلبي مصاري من سعيد؟ شبك جاني؟ حبيبي اسماعيل، شبك حبيبي؟ روق اهدى، عود خلينا نتفاهم، عود. لك يا ماما، انا صرت قايل لك 100 مرة سعيد لا تقربيني عليه. لك حبيبي، اخوك اذا كان دينك قرشين شو فيها يعني؟ مرحبا. اهلين سعيد. وشلون ما ناكل همك ونحن اهلك؟ اخي شكرا على عواطفكم، بس هي مشكلتي وانا بحلها. بتحلها بدون ما نساعدك؟ ها بدك كان يجي لعند حضرتك وترجاك وبوس الايادي وتقول لي رح دبر لك اياهم تطرقني مني؟ هلا اذا حكيت معي وانا اخوك بتحس فيها مني؟ لك يا اخي اتركوني بحالي الله يخليكم، لا حدا يتدخل. ولك شلون ما نتدخل؟ انت اخونا ما بنقدر نشوفك تعبان. امسك امسك هي 150,000 واذا لزمك اكثر انا موجود. رجع مصاريك لجيبتك، انا مالي بحاجه شيء. اذا متدين مني لهالدرجه أنا من بكرة الصبح رح استأجر أوضة وأطلع من هالبيت. بعدولي مشان النبي قالوا لي بشو غلطت؟ احكي أمي، احكي أبو سعيد. عداك لعيب يا سعيد، عداك لعيب. خدي مرت أخي، خدي وظبطوا اموركم. هذا اخي عصبي وحساس زياده. لا معلش، انا ما بتدخل بهيك قصه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هاي المصاري جاهزه، ليش ما اعطيتني اياها لما جيت لعندك الصبح؟ حتى ارجيكي انه انا فعلا ما بقصر معه، بس هو طول عمره ناكر للجميل. لتكون انت مربيه ونحن مالنا خبر. اصلا انت طول عمرك بتوقفي معه، منين بده يحس حاله انه غلطان؟ قوم ابو سعيد، قوم لغلبك بالطاوله، قوم. هلا وقت لعب الطاولة. خذ مصاري معك. يلا تصبحوا على خير. المصاري موجودين، ها بس بدكم اياهم خبروني. شو عم بيصير بهالدنيا يا ام سعيد؟ معقول احلامنا بولادنا توصل لهالدرجه؟ المهم الله يخليهم سالمين. تذكري لما كانوا الاولاد صغار؟ تذكري سعيد قديش كنا نلاحقه على دروسه؟ كسلان ما في فايده وكل سنه يسقط وقد ما تعبنا ما في فايده وبالاخير راح اشتغل مثل ما بده بالاعمال الحره وإن لحالنا ضاع الولد. بالاخير يصير هو سندنا واسماعيل الولد الشاطر اللي كان ينجح كل سنه بسنته لا ويطلع دائما الاول. الدكتور فهمان اللي كل الناس بتحسدنا عليه ما يلاقي غرفه وصالون يعيش فيهم ويجيب فيهم ولد. ولسه علاء انا واثقه انه ما عم يتجوز حتى ما يحط حاله بهيك مواقف. وقلنا صار عنا ابن طبيب جراح يلا بكره بنرتاح لو انه ما بيفهم. الله كريم. ايه الله كريم. بتتذكر لما اجت ندى؟ قلنا رح نضل لحالنا وندى رح تملي علينا البيت. مسكين ملاقي قرنة تدرس فيها. صورة حلوة يا ام سعيد بس انحرقت. بده منك لازم احكي مع العميد وصبح ومسي عليه كل يوم. لا بجوز كان لازم روح زوره بالعيد الصغير والعيد الكبير كمان مشان يتذكر حضرته ويتكرم ويفهم انه المنحه من حقي والاعاره من حقي وحضور مؤتمر من حقي. والثاني اخوك سعيد كمان لازم حاكيه كل يوم. لا لازم اترجاه وبوس ايديه واذا اجى لعنا لازم اتراكد واخدمه مشان حضرته كمان يتكرم علي ويديرني قرشين. لك مليت يا اخي مليت. بتعرف علاء انا بحزنك. ايه احيانا كثير بقول لحالي انه انت الوحيده اللي حافظت على كرامتك ومنعت حدا يتدخل بحياتك. لا مو مزبوط. انا كمان ماني مبسوط. كثير احيان بفكر لأيمتى بضل هيك. دكتور اختصاصي جراحه عصبيه وين عيادتي بحاره شعبيه اهلا ملاقين ياكلوا وما عندي اي طموح اني اسوي عياده بالبلد. مستحيل ما عم فكر يعني اثنيناتنا بالهوا سوا. زمان ما تمشيت بالشوارع. هلا معقول دكتور الجامعه المحترم مشرد هيك بالطرقات؟ لك يا ريتني سمعت منك وما عملت دكتوراه. على ليله ما كنت دفعت ضريبه الالقاب والدرجات العلميه. لك على ليله كنت قعدت على الرصيف اذا اجى على بالي. كنت ركضت بالشارع، كنت ولدنت، عملت اي شيء. خلصت. شو امي لسه ما نمتي؟ قلقت عليك. ان شاء الله رقت. انا اسف امي. خلص لا تاكلي همي. انا بدبر حالي. ان شاء الله. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. كنا بينفتح الموضوع بتعصب. اي والله صاير بعملتك على حالك. شو هدول؟ موسيقتي. بعرف موسيقتك بس ليه جايبتيهم لهون؟ بدي بيعهم. تبيعيهم؟ هدول ذكرياتنا. بيتنا اهم من الذكريات. ومن غير ما تقولي لي كنتي رح تبيعيهم؟ لا طبعا كنت ناوية اقول لك. معقولة تبيعيهم؟ لكن معقول نضل عايشين هيك فوق بعضنا؟ من حقي ابكي براحتي، اضحك، البس. من حقي احتفل بمناسباتنا لحالنا. من حقنا اسماعيل ولازم ندافع عن حبنا. بتعرف احيانا هيك بيختلي قموشك انت وقاعد بالصالون وشارد. يبدو اني ورطتك معي. لا حبيبي لا، انا بحب اهلك اكثر من اهلي بس ما بدي حدا يراقب حبنا وصدقني رح بيعهم وانا رح اموت من القهر. بس المهم نعمل بيتنا في لحكي لنا احلى ذكريات. ولد؟ ما بدك ولد كمان؟ صباح الخير. صباح النور. ما نمت منيح امبارح ما؟ حسيت عليك عم تتقلب. عم فكر باخي اسماعيل انه انا شو عملت لهم لحتى عم يعاملوني بهالطريقه؟ لهالدرجه بتحبون؟ لك انا شبك جاني انت، اهلي هدول. وهن بيحبوك وبيحبونا عم حبتك. بس شو؟ انا قصرت مع اسماعيل شيء؟ ما بعرف. لا احكي. بخاف تزعل. طمني ما رح ازعل. كان لازم من اول تعطيها المصاري لامك وبدون ما حدا يعرف. لك شو نحن عم نتبرع لعائلات مستوره؟ اخي هاد وبدي ساعده وبحب يعرف هالشيء. بس بدون منية. ما له بالعاده يطلع بكير كل هالشيء، ما حكى مع حدا، فايق وشربان قهوته وطالع. ايه اخي شايف الجامعه بمنامه. ماما انا اليوم رح اعمل وصفه مشان يسرعوا لي بالقرض. إيه لا تعذبوا حالكم. اسماعيل ما رح ياخذ فرنك من حدا. مرتخي شو بكي؟ والله ما بعرف، انا يئست، كل ما بينفتح هالموضوع بينهز بدنه، وماني عرفانه شو بده يعمل. الو، مرحبا ابو زهير. الو، يعطيك العافيه. والله حضرتكم ناشرين اعلان بدكم محاسب؟ ايوه تاخرنا، ما في مجال. طيب عدم مؤاخذه، يعطيك العافيه. ادخل. مرحبا اسماعيل. اهلين دكتور زياد. خير. الو، يعطيكم العافيه. بالله انتم طالبين محاسب؟ عفوا، مؤهلاتي؟ انا استاذ بالجامعه. لا طبعا بفهم بالمحاسبه. طيب الله يخليك، وصلني بالمدير العام. هلا عن جد بدك تشتغل محاسب؟ شو فيها يعني؟ الو، يعطيك العافيه. صباح الخير استاذ. اي أيوة والله استاذ بالجامعه. نعم. ما في امكانيه؟ شهادتي اعلى من المطلوب؟ طيب يعني ما في ضروره تعاملوني على اعتبار انه انا دكتور بالجامعه، يعني عاملوني على اعتبار محاسب مثل ما انتم طالبين. ما في امكانيه. طيب لا لا، ما في مشكله ولا يهمك. طيب يعطيك العافيه. بدنا موظف ب 4000 ليرة، مو رئيس شعبة حسابات. الو، عليك خال. عليك سليم. ضروري اجي لعندك؟ طيب لا لا لا، على راسي على راسي. عليك خال، مع السلامة. طيب هلا انت طالما نويت تظبط وضعك، انا برأيي تستنى شوي، لأنه في قرارات جديدة. لك يا أخي أنا بدي أسكن ببيت، ما عاد فيني اتحمل السكن مع اهلي. ايه بتشتغل محاسب؟ بشتغل شوفور تاكسي. ايه لا مو لهالدرجه يا رجل، انا برايي لاقي لك شي شركه، شي مصنع بدها مستشار اقتصادي. شو هذا؟ مستشار؟ مستشار فرد مره. يا رجل تعال اخذك معي مشوار هلا. مستشار لك ليش في صناعي بهالبلد عم يقبل انه يستشير حدا؟ ما كلهم عباقره ما شاء الله. تعال مستشار. مستشار. يا سيدي هذا خالي طول عمره بيشوف حاله فيه، على النازله والطالعه دكتور دكتور. طبعا لا تسال منين جاب مصاري، فيك تقول انه المصادر غامضه، وعلى حد تعبيره رزق من عند الله، وما حدا بيعرف قديش في عنده مصاري. بالدكان وما في بضاعه ب 200000، بس اذا ما عنده 20 بنايه فاضيين بالجديده وبتسيا و100 محل. يلا هون تفضل. يا اهلين وسهلين بالدكاتره. تفضل تفضل تفضل. اهلين وسهلين. تفضل 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 خالد. تفضل تفضل يا محمد. اعطيني كرسي زكاتك. تفضل تفضل تفضل. شو رايكم اعمل لكم فنجان قهوه؟ لا خالد سمو الله يخليك. خير قال بدك اياني؟ ايه مشان ندبر لك شغل بعد دوامك. شو ظاهر حكيت لك امي؟ هي قديمة قديمة كثير، مخبيتها من أيام عرسي. حرام تبيعيها، ما بتجيب لك شيء. قديش بتسوى؟ 4-5 آلاف. وهدول؟ هدول 12 ألف. هدول بيجيبوا لك يعني كلهم 16. لا 16 و600. بس؟ بس؟ طيب إذا بدي بيع برجع لعندك. تكرم عينك، شرفتي نورتي. شكرا. أهلا وسهلا، محلك. أنا حكيت لك مع واحد تاجر صاحبي بالحريقة وما مشي الحال. شو هالحكي؟ كان شو رايك تشغلني عندك؟ شو هو معقولة؟ أنا شغلتي على قد الله يسامحك يا خالي. طيب يعني مثلا مالك بحاجة محاسب؟ شو محاسب؟ مالك شايف بعينك؟ بعدين أنت بيلبق لك تصير مدير شركة على مستوى. أنا حكيت لك مع صاحبي أبو نجيب، هذا صاحبي الروح بالروح، صاحب معمل منظفات، هذا اللي بتطلع دعايته بالتلفزيون، ما عرفته؟ عرفته خال، عرفته. ترجيته وبست ايده ووشه وقفا مشان يقابلك، والحمد لله وافق يقابلك. ماشي خال، ماشي. طيب خال، بكل الاحوال انت لا تعذب حالك ولا تترجى حدا، انا بدبر اموري. السلام عليكم. الله معكم. اشربوا لكم شي شغله خال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شو طبق اسمك انت؟ ليش؟ مو راضي يعني تاخذي الجمعية أول وحدة؟ شو بدها تعمل قرعة يعني؟ شو بعرفني شو طبيها؟ وباقي البنات موافقين. الله يخليك يا هنادي، أنا بخجل لم المصاري، ممكن أنت تتوكلي هالمهمة؟ نعيوني، بتقفشي قلبي. سجل قلك. يلا. تفضل. عفوا دكتور، أنا آسف بس منيح لقيتك لحالك. خير، تفضل. دكتور سمعنا عم تدور على شغل. مين قال لك؟ أبي صاحب الشركة اللي نشرت إعلان، بدهم محاسب. لحضرتك حكيت معهم؟ أيوه. وقالوا لي إنه أنا ما بناسبهم. إيه دكتور، بس أنا امبارح حكيت مع الوالد وأقنعته إنك بتشرف الشركة إذا بتشتغل فيها. حكيت له عنك أكثر من 2 ساعتين، وقال لي أنا موافق وبرجوك تتفضل تشرب عنده شي فنجان قهوة، وإذا بتريد هاي بنحكي معه على الموبايل. شكراً. أنا مو بحاجة شغل. يعني لقيت شغل دكتور؟ خلاص، طال الموضوع. خسارة، ماشي بالإذن. ألو. أهلاً علاء. شو رايكي؟ من عنا من البيت عم تحكي؟ عم تطبخ بسالي ورز؟ لا طبعا جاي على الغداء. يلا هي. اصلا انا مشتاق لك. لا ما اتاخر، مسافه الطريق بكون بالبيت. ماشي. الو الو الو، سلي امك لازمها شيء؟ طيب لا ماشي ماشي، يلا باي. منيح اللي لحقتك، رجع لنا رين زياد. خير؟ ديانا خير حنو، شو فيك؟ شكرا ديانا. على شو؟ حكت لي مرت عمو عن الذهبات، بس نحن مو هيك متفقين. يلا عالبس. اخي شو هالعند هذا؟ بتروح لك على اليمن 2-3 مهمة وبترجع بقرشين أنت بحاجته. إيه. وشو لازم أنا أعمل؟ إيد مين بدي بوس؟ أستغفر الله العظيم. لك حبيبي ما راح تبوس إيد حدا، بس يعني شوف عميد الكلية، رئيس الجامعة. أخي أنا ما بدي أشوف حدا ولا بدي أحكي مع حدا، هنن بيعرفوا. انه اذا في حدا لازم يروح على هالبعثه فهو انا. عظيم، معناتها هذا حقك، فليش ما بتطالب فيه؟ اخي انا متخلي عن حقي، ما بدي اياه. يكتر خيرهم يلي تاركيني عم درس بجامعه ابوهم. يا لطيف، راس ماكن مثل ما في فايده. لك 100 مره طالبت بحقي، طلعت ونزلت وكله على الفاضي، ما في فايده. العميد بده يزلني، ما انسالي هالموضوع. لا اله الا الله، قال بده يزله. قال لك حبيبي، الرجال بكل بساطه عم بخاف منك لانه ما عم يقدر يفهم سر الاهتمام فيك بالصحف والندوات. هذا بيت القصيد. يا سيدي، يوم اللي ألقيت محاضرتي عن التخطيط بالمنتدى الاقتصادي كان قاعد بالصف الأول ومفنجر عيونه مستغرب أنه أنا شلون عم بحكي بهالطريقة هي وبهالصراحة هي وبهاللهجة هي ولساتهم ما حطوني بالسجن. ما رح يبعتني حتى على دوما إذا كان بيعرف أنه بهالسفرة في فائدة لإلي. بدي أثبت لك أني أعظم طباخ بالعالم. صدقتك وصدقت زعبرتك. هلا انا عم زعبر؟ هلا بتدوقي، بدك تاكلي اطيب رز بازاليا دقتيها بحياتك كلها. ناولني الطنجره، ناولني. امي الله يخليكي تدوقي. ان شاء الله. هلا بعدين ان شاء الله والله دوقي. شو ما خلصت طبخة الدكتور؟ يا سيدي تقول عم يكتشف الخريطة الجينية. جاي ساعتين يعاقبنا ويمشي. هاي. هاي. أهلين نردوش، شو وين في عنا؟ يا ستي جايبين طباخ اسمه علاء. علاء؟ وينه؟ بالمطبخ. علوشي. لطيفك. وينك يا حريبو؟ شهر ما عم شوفك ولا بتقعد ببيتك؟ لا تقولي رحتي لعندي على البيت؟ ايه، وكنت بدي اخذك مشوار بجنني. لك دخيلك ودخيل مشاويرك المعتة، لوين؟ عندي سريقة، قد ما حكيت لها عنك رح تموت حتى تتعرف عليك، وظبطنا موعد وما لقطناك. حلوة؟ تاخذ العقل. خلص الخميس الجاي متعشى السبع. اخوك تعلم الطبخ وعلى الناس، لا تحاولي معه. تركوه علي ومالكن علاقة. استويت الطبخة امي يلا. طول بالك لنسكبها. معقولة أستاذ جامعي يشتغل محاسب بشركة؟ شو بدي أقول لرفقاتي أنا؟ قولي له إنه عم يشتغل مدير شركة. إيه أقل شيء. لك شو فيها؟ رفقاتنا أطباء وعم يشتغلوا مندوبين مبيعات للأدوية. شو نسيت حالك؟ لا ما نسيت. حواري الشام أكلت من رجلي شقف وأنا دايم من عيادة لعيادة. المهم يصير عندنا بنت. طولوا بالكم شوي. لك بابا حبيبي، نحن في معنا قرشين، خدهم وحطهم فوق اللي معك. بعدين اخوك سعيد حلف لي انه ما بيقصد شيء. شو قلت بابا؟ داي تضرب انت والبازاليا تبعك. ليش ليش؟ انت ما بتعرف تاكل، هي بازاليا على الطريقه الاندونيسيه. بعدين شو بدي بشهادتك انا؟ بدي شهادة سعيد. بربك امي، انا مو احسن طباخ بالعالم؟ من ناحيه الطبخ ممتاز، بس يعني محروقه الطبخه والرز مخبوص واللحمه مو مستويه. طيب النفس امي شلون النفس؟ النفس يعني ماشي حالك. يا ما خليته شيء يا امي، ما خليته شيء. احكي لك معه كلمتين. ولا يهمك امي، اعطيني المصاري والذهبات وانا بحكي معه. الو اهلين دكتور. ايه لحظه شوي، اسماعيل. دكتور زياد. الو اهلين دكتور زياد. اهلين، خير؟ ايه شو هالحكي؟ لا بس ما كنت بعرف انه الدكتور خليل هو مستشارهم المالي. لا 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 بالعكس، انا ما عندي مشكله. ايه لا طبعا لك، انت بتعرف انه الدكتور خليل هو صديق عزيز. ايه طيب امتى الموعد؟ 8 المساء. طيب ماشي، شكرا ابو زوز. شكرا. شو بدنا نعمل يا دكتور اسماعيل؟ الحقيقه مضطرين انه نشتغل. على كل حال انا حكيت مع المدير العام والرجل ما قصر معنا وعينك مباشرة مفتش حسابات. إن شاء الله ألف مبروك. بس على كل حال أنا كنت يعني حابب لو عينك مدير تخطيط. بس للاسف يعني ما في هيك منصب بالشركه. مو بس هيك كمان يعني مو لازمهم تخطيط بالوقت الحاضر. سيدي بجودك معي ممكن نساهم ونفهمهم اهميه التخطيط. شكرا دكتور، تسلم. العفو، ولو هذا واجبنا. بالنسبه للسلفه يعني ما بعرف حكى لك الدكتور زياد، الحقيقه انا كنت مأجل الموضوع اليوم. يا سيدي بكره بتستلم الشغل وبتمرق على المحاسبه وبتاخذ 100,000. شو هالحكي؟ فورا؟ لا، هدول على راتبي. وانا فهمت المحاسب شو بيساوي. رح يقطعهم من راتبك لمده سنه. يعني هدول دين منك؟ يا رجل طلع في 100 دكتور، انا بعرفك. اذا رفضت بزعل منك، ولو يعني نحن لبعض. بعدين يمكن انا اضطر واخذ سلفي على راتبك وبدون ما اسالك كمان. طيب شكرا كثير دكتور، شكرا كثير. مرحبا تيتا. اهلين تقولي. تعال عايزتك. اهلين مرت عمو. اهلين هلا. راجعت لك. شو؟ كمان في بيناتهم اسرار؟ بدي خدي هدول رجعيهم. تسلمي لي يا حنونه. ليش؟ ما اخذهم عمي؟ تمشي الحال، بس انا اخذت المصاري والدعوات بيلزموكي. بس هدول هديه مني. ما راح اخذهم، قلت لك المصاري بكفوا. تيتي خلاص مشي الحال، والمصاري دين علي. لا مو دين، هدول هديه مني. او قل لك بترجعي لي اياهم يوم عرسي. كمان قبلانه. صندوق توفير البريد 184,000، وهي 26,000 مني. منين هدول؟ عملت جمعيه وقبضت اول وحده، والباقي حق الذهبات. يعني ما لهم دين من حدا؟ لا، جمعيه كل شهر 1600 ليره. وهدول مني انا. قديش هدول؟ 34,000 ليره. ما شاء الله غنيانه من الله. اخذت من المستشفى سلفه لاربع عمليات لقدام. طلع من البواب. اخي بصراحه 4000 ليره مني و30,000 من امك. لك بسعي مالك علاقه، وقسما بالله العظيم. خلص لا تحل فيه، خلص. ايوه ممتاز، هيك بصيروا 234,000. وهي مني 6,000 ليره. تفضل. لا تمسكيهم انت من غير شيء معتره. عن جد بزعل منك، ما بكفي ما خليتني اسحب قرض؟ طيب ليش جبتيهم؟ راتبك دوب بكفي بنتك. بعتي سوارتك؟ خلص انا ما بقى بدي احط وضيعهم. اسماعيل حاجتك بقى، خلص بكره بتجيب لي بداله بس اغلى شوي، المهم ما تتدين. ممتاز، هيك المبلغ بصير 240,000، و100,000 السلفة اللي جبتها يعني 340,000. لحظة، وهي 500 ليرة من ندى. لا والله 600 ليرة. برافو ندى، برافو. وفرتهم من مصروفي ومندين، هدية للولد اللي جاي على الطريق بعد ما يقتنع أخي إنه لازم يجيب لنا حفيد. لك بنت ابنك لباب السماء، هلا إجا دور أبوك الدرويش، وهي 10 مني. يا عيني 350,000 بتحطهم دكتور إسماعيل وبنستنى. حنان للاسف ما رح تولد ببيتنا، بس الولد اللي بده يجي بعد عمر طويل ان شاء الله رح يولد ويعيش بالبيت الجديد. لا والله ما بكي شيء، بتفصحني. على فكره ما حدا له فرنك عند اسماعيل، هدول هديه الصغير.